بحضراتكم من جديد. بالنسبة للست أم شريف اللي بتتكلم عن الناس اللي بتقتل القطط في الشوارع، يعني حكم قتل القطط أو قتل أي حيوان غير المؤذي حرام شرعا، واللي بيعمل كده ده اللي يجي يتجنى على هذه الحيوانات الضعيفة هو كالإنسان المجرم تماما، لأنه ما عندوش سبب لهذا الأمر وجيه. مثلا هل القطط دي في منها أذى معين أو وبعدين لما حتى بيكون في، إذا كان في كلب مسعور أو حاجة زي كده، بنتعامل بما هو أيسر مش بالطريقة دي. ده من سقى كلبا شكر الله له وغفر له، ما بالنا بهذا الإجرام؟ ولو هناك أي أذى من أي حيوان بيدفع بالأهون والأيسر، وأبسط شيء نسلمه للجمعيات المتخصصة، مش إن إحنا نجني بهذه الصورة البشعة. ولا تنزع الرحمة إلا من شقي. يا أستاذة ميرفت، وانت مأجورة يا ست أم شريف على مشاعرك الطيبة تجاه هذه الحيوانات العجماء اللي لا تستطيع أن تعبر عما في نفسها، ربنا يأجرك إن شاء الله.